يعني مع دكتور خالد، شلون هو الوضع المائي الآن في العراق بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تحياتي لحضرتك والأستاذ لؤي والمشاهدين الكرام. فيما يخص الوضع المائي العراقي، مثل ما تعرف الوضع المائي العراقي دائما الف المياه بالعراق يعني معقد وفيه بعض الإشكاليات. سببين مهمة، سبب داخلي وسبب خارجي. السبب الخارجي هو العراق هو متلقي للمياه من دول الجوار المائي، وبالتالي العراق دولة مصب لدجلة والفرات وجميع الروافد المرتبطة به، والإيرادات المائية اللي ترد بهذا النهر أو تصاريفه تعتمد اعتماد كبير على أمرين مهمة. الأمر الأول هو معدلات السقيط المطري والغطاء الثلجي بهذه الدول، فضلا عن يعني طبيعة المشاريع المنفذة بدول الجوار المائي وطريقة تشغيلها وقت المشاريع الكبرى اللي هي مشاريع السدود الكبرى ومشاريع الإصلاح الكبيرة المنفذة بدول الجوار المائي. الأمر الداخلي هو مرتبط بإدارة توزيعات المياه بالعراق وطبيعة البنية التحتية والتجاوزات الموجودة واستهلاكات المياه لا سيما في القطاع الزراعي اللي تستهلك أكثر من 75% من إيرادات المياه الخام الكلية. هذا الأمر يعني معقد وصعب لا سيما أنه يعني القطاع الزراعي ما يزال يعيش أمرين مهمة. الأمر الأول هو يعني ما يزال يعيش ثقافة الوفرة والتعامل مع وفرة المياه، في احنا نعيش في عصر شحة وندرة المياه. والأمر الآخر المهم يعني بدأت أساليب الري الحقلي المرتبطة بالسي الساحلي التقليدي اللي يبتعد عن التكنولوجيا ودكتور شمال، هل صحيح أنه 85% من المياه تروح للهدر؟ مرة في أحد اللقاءات ويا أحد الخبراء هنا ببرنامجنا حكينا على نسبة صادمة، أنه نسبة المياه المهدورة بسبب خلينا نقول الطرق البدائية في الري كبيرة جدا. لا هي يعني هذه نسبة مبالغ بها، لكن الأمر يعني اللي يفترض يعني يذكر من خلال يعني الإعلام وقناتكم الكريمة أنه موضوع بدأت أساليب الري ضاغطة ومؤثرة، يعني حاليا كفاءة الري أقل من 40%، وبالتالي احنا نطمح أن نرفع كفاءة الري إلى 70 و 75%. فالفرق بين هاي النسبتين هو الهدر نعم. استاذ